جديد هذه التفاصيل صوت وصورة، نعرفهم احنا يعني نعرفه هو مين، نعرفه تاريخه مين واجداده صحيح. مين زي وابائه مين، وان انت فعلا زي ما الرئيس قال هي يعني هو قول الهي واحد، مصر مش هتقع، مصر مش في هتتهزم ربنا بيقول ادخلوا مصر ان ان شاء شاء الله الله امين. امين، هذا وعد الهي بالظبط. بالامن، بامن مصر. فكل من يعبث بهذا الامن هو يعبث بالوعد الالهي، وربنا سبحانه وتعالى لابد ان ينفذ وعده، تمام. لكن العقوبه على من يعبث بهذا الوعد الالهي ان اكيد امن مصر. طبعا. طيب اثناء الندوه ايضا يمكن الرئيس اشار قال لكل المصريين والقاده تحديدا ان هم ينزلوا يتكلموا، ده النقطه كلام دي مهم الحقيقه، مهمه ده كلام جدا. بس يشكلوا فهم، هو قال يعني يشكلوا فهم اللي انتوا بتتكلموا فيه، ما اقرا تتكلموش وتعلم. اقرا وتعلم، ما تشكلش راي شخصي من عندك. وهنا أهمية حكاية أن أنا رأيي شخصي والرأي يعني اللي هو الذي أتخذه من المعطيات اللي حواليا فأشكل رأي وطني. الحقيقه الرئيس اتكلم بنفس الفكره دي، بس كان بيخاطب الاعلاميين فتره، اعتقد من أي فتره كده كان نفس الفكره تقريبا يعني. بس هي تمام. القضيه محتاجه فكره وفره المعلومات، يعني القائد الرئيس بيطالب دلوقتي قاده القوات المسلحه من اول قائد فصيله لحد قائد فرقه يا يعني قائد جيش انه ينزل يتكلم مع جنوده. احنا الاعلاميين برضو المساله محتاجه فكره وفره المعلومات، يعني انا بشكل شخصي عشان شغال في المنطقه دي فانا بالظبط. عارف كل المعلومات، لكن في غيري مش عارف المعلومات دي، يعرف يا فندم، فلا اللي بد مش ان عارف احنا لازم نتيح نتيح بالظبط. له هذه المعلومات. ازاي؟ ممكن عن طريق التربيه والتعليم، وهنا كتقصير قاتل في مناهج التربيه والتعليم في التنوير والاضاءه على بطولاتنا المختلفه بقى انا في اتفق كل معاك اللي في بنخدم. النقطة دي. في عندنا مشاكل في وزاره الثقافه في المنتشره في كل الدنيا دي، برضو المفروض ان يبقى مش برضو موسم سيدنا اكتوبر ان احنا نستنى شهر اكتوبر نعمل ندوتين يعني ايه اسقاط فريضه. عندنا مشكله في الاعلام، ان احنا برضو الاعلام، انا في هذه القناه اللي احنا قاعدين فيها دي شرفت في 2009 و2010 ان انا قدمت برنامج اسمه شموس سماء الوطن، اخد مظبوط بال حضرتك، طبعا. وكان عامل صدى كبير جدا ان كنت بجيب الابطال دول نتحاور معاهم حوار طويل لمده ساعه. فهي القضيه محتاجه ان احنا تكاتف القوى المختلفه، محتاجين من السورس اللي هو المصدر اللي عنده المعلومات انه يوفرها للاخوه الاعلاميين والصحفيين، انه حتى يحطها قدام القاده. وللتعليم وللثقافة وللفن ولكله، يعني المصدر أهم حاجة. وصح زي ما سيادتك بتقول كده، فعلا الرئيس قال دايما تحرى المصدر ده وتحرى من صحيح. تتحدث معه اللي بيقول المعلومة، يعني نتحرى حتى الضيف اللي بنتحدث معه اللي بيقول هذه المعلومة، لأن دي أمانة. هو بس انت عارفه انه لما يبقى عندي معلومه مؤكده، يعني انت عارف في بعضنا عنده جرأه انه يتكلم، لكن انا لما بتكلم بمعلومه زي ما بتكلم مع حضرتك كده بتبقى الحوار حتى يعني انت حتى كاعلاميه قاعده مستمعه والضيف نفسه المشاهد نفسه بي، يعني انا طبعا بتلقى يعني اصحابنا والناس اللي بيشوفونا في الشارع ولا كذا انه دي معلومات مهمه، دي معلومات ما كناش نعرفها. فهي مظبوط. احنا محتاجين خلي بالك انه مساحه شهود العيان يا استاذ مها بتقل، الابطال بتوع الاستنزاف اكتوبر بحكم الزمن رحل اغلبهم، فاحنا مطالبين ان احنا نلحق نوثق ونؤرخ سواء بالكلمه او بالفن والدراما. عندنا طبعا صحيح. كارثه في الدراما والفن ان احنا ما لحقناش نعمل، يعني انت عارفه دايما اقول انا جمله دمها خفيف كده انه الامريكان دخلوا الحرب العالميه الثانيه الا خمس اخر 5 دقائق في الحرب، لكن السينما الامريكيه استطاعت ان تصنع مجدا وتاريخا للجندي الامريكي، واخد بال حضرتك؟ عشان يا فندم هم يعني عندهم يعني موضوع او مضمون القوى الناعمة اللي بيقدروا يدخلوا بيه، ودي على فكرة طريقة أو ذراع من أذرع الحرب، القوى ده الناعمة. صحيح. بس تعرف احنا كنا سابقينهم في ده، كنا يعني سابقينهم بكتير. اثناء حرب 56 حرب العدوان الثلاثي على مصر، انجلترا وفرنسا والكيان الصهيوني، الرئيس عبد الناصر وهو بيقود هذه المعركه بيبعت يجيب الفنان الكبير فريد شوقي، يبعت يجيبه من بيته ويقول له يا فريد انت النجم العربي رقم واحد دلوقتي، روح اعمل فيلم على اللي بيحصل في هو بورسعيد. ده، وكان وعمل فيلم فيلم اسمه بورسعيد. تعرف ان ده اسرع فيلم تاريخي في الكون. وفي نجوم، يعني نجوم كبار وانت عارف جدا. عرض امتى يا مها؟ عرض يوليو 57، يعني صحيح. اتعمل في برضه ما فيش زمن، يعني اتعمل في اقل من 6 اشهر. فدي دي مساله مهمه ان احنا نبقى مدركين تمام. لاهميه ان الدراما صحيح. والكتابه بتخلد البطولات. دي كمان نقطة مهمة.